تحقيق المطلب إن شاء الله إلى غد. في المقدمة لابد أن يتضح اصطلاحنا في الحمل الأولي والحمل الشائع. تتذكرون السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه ذكر مطلبا في الحمل الأولي والحمل الشائع. هذا المطلب مو هو الاصطلاح المتعارف في علم المنطق، ولعلكم تتذكرون نحن ذكرناه في أول الجزء الأول، قلنا الاصطلاح الأولي يعني الاتحاد المفهومي والاختلاف اتحاد الحمل الأولي يعني الاتحاد المفهومي والاختلاف بالإجمالي والتفصيل، وهذا مو مقصود هنا. والحمل الشائع مو اختلاف مفهومي واتحاد وجودي، أصلا مو هذا مقصود هنا. في الحمل الأولي والحمل الشائع أنتم ماذا قرأتم في المنطق؟ قرأتم الحمل الأولي معناه اختلاف اتحاد مفهومي واختلاف ماذا؟ في الإجمالي والتفصيل. هذا في الحمل الشائع ماذا قرأتم؟ اختلاف مفهومي واتحاد ماذا؟ وجودي ومصداقي. هذا. ولكن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في الجزء الأول من الحلقة الثالثة صفحة 44، بلي العنوان مولانا تحت القضية الحقيقية والخارجية للأحكام، تحت ذاك في صفحة 44 اصطلح على مطلب قال حمل أولي وحمل شائع. هناك قال أنت عندما توجد عندك صورة في الذهن كصورة النار، هذه الصورة العلمية للنار، يمكنك أن تنظر إليها بنظرتين، نظرة آلية ونظرة ماذا؟ استقلالية، وإن صح التعبير أو بتعبيرهم تارة ينظر إليه بنحو ما به ينظر، يعني تجعله آلة للغير، وأخرى ما فيه ينظر. وهذا المثال الذي نكرره ويكرره الأعلام، أنك تجعل مرآة أمامك، مرة تريد أن تشتري المرآة ومرة تريد أن ترى وجهك في المرآة، تريد أن ترى وجهك في المرآة. المحرم يحرم عليه النظر ماذا؟ في المرآة. يعني حتى لو لم يرى صورته فيها هم يحرم عليه النظر؟ يقولون لا، لا يحرم عليه النظر، هو يحرم عليه النظر لكي يرى وجهه في المرآة. أما لو نظر في المرآة لا من باب أن يرى وجهه حتى يشتري المرآة وهو محرم، يجوز أو لا يجوز؟ وما في محد. أنت تخرج إلى السوق وتريد أن تشتري مرآة، تنظر زين أمامها خلفها، ولو قيل لك ماذا كان على وجهك تقول لم أرى. لماذا؟ لأنك لم تكن متوجه إلى أن تجعل المرآة آلة للنظر إلى وجهك، وإنما كنت تنظر إلى المرآة ما فيه ينظر لا ما به ينظر. يقول هذه الصور العلمية التي تأتي إلى الذهن يمكن أن ينظر إليها بنظرتين، إما أن ينظر إليها نظرة آلية، يعني ماذا؟ يعني تجعله واسطة للعبور إلى الخارج، إلى الواقع الخارجي. هذه النار الموجودة في الذهن تريد أن تعطي لها حكما، ماذا تعطيها؟ تقول حارة، هاي الحرارة للنار لو هاي الحرارة لهذه النار، للحرارة في الذهن لو للحرارة في الخارج، ها؟ عفوا، للنار في الذهن لو للنار في الخارج. ولكن جعت أنت حكمت على النار بأنها حارة بتوسط ماذا؟ يا نار هي حارة واقعا خارجية، ولكن أنت هذا الحكم حكمته على النار الخارجية بتوسط ماذا؟ بتوسط هذه الصورة الذهنية. إذن إلك نظر إلى الصورة الذهنية لو ما إلك نظر إلى الصورة الذهنية؟ ما إلك نظر إلى الصورة الذهنية على الإطلاق، وكأنك أصلا ولا تلتفت أنه إذا ترى الصورة الذهنية كأنك ترى ماذا؟ الواقع الخارجي. ومرة أخرى تنظر ماذا؟ إلى نفس الصورة الذهنية بما هي صورة قائمة في نفسك، في أفق نفسك، حارة أو ليس بحر، ها؟ فإذا من حقك أن تقول النار حارة بالحمل الأولي. مراد من الحمل الأولي يعني شنو؟ يعني النظرة الآلية إلى النار، مع أن هاي الحرارة حكم ماذا؟ ها؟ حكم ماذا؟ حكم النار الخارجية.
ولكن بتوسط ماذا حكمت على النار الخارجية؟ بتوسط هذه الصورة الذهنية. وأخرى تقول النار ليست حارة بالحمل الشائع. مرادك النار يا نار هذه، هذا الموجود في الذهن. مثال آخر، الإنسان نوع والإنسان ليس بنوع. إذا نظرت إلى الإنسان كما هي في الذهن، نوع أو ليس بنوع؟ ها؟ نوع أو ليس بنوع؟ هذا الإنسان في الذهن نوع أو ليس بنوع؟ نعم نوع. أما إذا جعلت الإنسان مفهوم الإنسان مرآة لزيد عمرو بكر خالد، الإنسان نوع أو ليس بنوع؟ ليس بنوع، لأنه تنظر إلى الأفراد. سؤال، الصلاة واجبة، هسه نطبقها على حكم شرعي، هذا الوجوب لأي صلاة؟ للصورة في الذهن لو للصورة للخارج؟ ها؟ وإلا الصورة الذهنية واجبة، أكو واحد عاقل يقول هذا المعنى؟ إذن هذه عندما تقول الصلاة واجبة جعلت صورة الصلاة مرآة إلى الصلاة في الخارج، يعني أخذت صلاة بالحمل الأولي. أما إذا قلت لك الصلاة ليست واجبة، تقول عجيب الصلاة ليست واجبة، أقول بلي الصلاة بالحمل الشائع، يعني هاي الصورة الذهنية، هاي الصورة الذهنية واجبة؟ ليست بواجبة. إذن التفتوا إلى اصطلاح السيد الشهيد في ماذا؟ في الحمل الأولي والحمل الشائع. عندما يقول حمل أولي مراده الصورة التي ترى الخارج، وكأن صاحب الصورة يرى الخارج، لكن مو يراها بالذات، وإنما يراها بتوسط الصورة. هذا يسمي النظر نظر بالحمل الأولي. هذا النظر ماذا يسميه؟ نظر بالحمل الأولي. أما إذا نظر إلى الصورة بما هي من موجودات عالم وأفق النفس، يقول هذه صورة ننظر إليها بالحمل الشائع،